مرحبا بكم. في الماضي كان دائما الحاكم هو الذي يمتلك أكبر ثروة وسلطة، وكان النظام ديكتاتوري بحت، لذلك كان الإخوة يتقاتلون ويتنازعون للفوز بالعرش. ولكن الآن الموضوع اختلف قليلا، ولكن ما زال هناك ديكتاتوريون، حتى أن مظاهر الترف في الماضي تختلف عن مظاهر الترف الآن. في بلاد كثيرة يقف السياسيون في وجه الحاكم ويحاسبه ولا يسمح له بالاستيلاء على أموال الدولة، ولكن في كوريا الشمالية الوضع مختلف بعض الشيء. سنعرض لكم في هذا الفيديو الحياة المرفهة التي يعيشها كيم جونغ أون رئيس كوريا الشمالية. وقبل مشاهدة الفيديو دعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. كيم جونغ أون رئيس كوريا الشمالية السيكوباتي الذي له تصريحات وقرارات غريبة ومثيرة للجدل في الوقت ذاته، سواء كانت خاصة بالبلد نفسه أو علاقته بالدول الأخرى. ولي كيم الزعامة بعد وفاة والده كيم جونغ إل الزعيم السابق للبلاد، كان ذلك في 19 من ديسمبر من عام 2011. ومنذ ذلك الوقت وتعتبر كوريا الشمالية محل انتباه العالم بسبب قرارات رئيسها. درس كيم جونغ أون بمدرسة بيرن الدولية في سويسرا حتى عام 1998، وكان من بين أبرز المشاهير الذين زاروا كوريا الشمالية. والتقوا كيم نجم كرة السلة الأمريكية السابق دينيس رودمان، ومنذ وصوله إلى السلطة أشرف كيم على مواصلة تطوير البرنامج النووي الكوري الشمالي. ومن أغرب الأشياء عنها أنه لا يعرف تاريخ مولده الحقيقي، وقيل أنه ولد في عام 1983 أو السنة التي تليها. قام كيم بإعدام وزير دفاعه رميا بطلقات مدفع مضاد للطائرات بعد انتهاء عرض عسكري، ولأنه غلبه النوم في أحد مؤتمرات الرئيس. كما أعدم المغنية هيون سون غوال وهي صديقته السابقة بعد اتهامها بتصوير فيلم إباحي. لقب كيم جون أون نفسه بالزعيم العزيز، ذلك لسيطرته على الحكم، وقال إن هذا اللقب علامة مسجلة باسم والده. كما أراد زعيم كوريا الشمالية إعادة كتابة تاريخ بلاده السياسي كما يتفق مع أهوائه الشخصية، وقام بإزالة 99% من أرشيف تقارير وكالة أنباء بيونغ يانغ حتى التي تتعلق بوالده الزعيم السابق لكوريا الشمالية. ومن المعروف عنه أيضا شراهته للأكل، فهو يأكل كميات كبيرة من الأكل حتى أن الطهاة يعانون من ذلك. فوجود مثل هذا الشخص في منصب رئيس الدولة يجعلنا نتعاطف مع شعب كوريا الشمالية المساكين، فهو على الرغم من عدم خبرته السياسية أو حتى العسكرية تولى مكان والده ومنذ ذلك الوقت وتتوالى قراراته الغريبة والمجنونة. حكم على سانغ هون وزير الأمن العام بالإعدام بقاذفة من اللهب نتيجة صلته القوية بعم الزعيم الكوري كيم جون، وأراد أيضا التخلص من كل القيادات التي كانت مقربة من عمه الراحل وبلغ عددهم 200 قيادة. كما أعدم المغنية هيون سونغ وهي صديقته السابقة بعد اتهامها بتصوير فيلم إباحي. وفي ظل حكم كيم جونغ أون لن يحميك منصب حتى لو كنت وزيرا للدفاع أو درجة قرابتك من رئيس الدولة حتى تنجو بحياتك. وبين القتل رميا بقذائف الهاون أو رميا للكلاب الجائعة أو رميا بقذائف مضادة للطائرات، يتفنن رئيس كوريا الشمالية في التخلص من خصومه بتهم من بينها شرب الخمر أثناء الحداد على والده والنعاس أثناء عرض عسكري. وفي ديسمبر من عام 2013 ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن زوج عم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الذي كان يعتبر الرجل الثاني في النظام أعدم في وقت مبكر بعد أن حكمت عليه محكمة عسكرية خاصة بالإعدام ووصفته الوكالة بالخائن. ترك الأمور السياسية وأخذ الدولة لنفسه كأنها لعبة بين يديه، وبدأ يفعل كل ما يريده ويصرف أموال الدولة في الأشياء التي يحبها. بالنسبة للنساء فالحاكم له أجمل نساء الدولة ولا نزاع في ذلك. في كوريا الشمالية ممنوع عن الإنترنت، فقط متاح مشاهدة بعض القنوات التلفاز وهي القنوات التي تمدحه وتعرض إعلاناته، لذلك أغلب الشعب مغيب ولا يعرف ما يحدث في العالم. هو فقط يسمع ما يقولوه في التلفاز الكوري عنه من مديح، لذلك فهم يحترمونه. ومن قرارات الإعدام المجنونة التي أخذها قام كيم بإعدام وزير دفاعه رميا بطلقات مدفع مضاد للطائرات، كان ذلك بعد انتهاء عرض عسكري ولأنه غلبه النوم في إحدى مؤتمرات الرئيس. هل يوجد شخص عديم الرحمة مثله؟ ويملك زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ثروة تفوق 5 مليارات دولار، ويملك أون 18 شيئا من أغلى ما يملك، لعل أبرزها قصر الشمس وغالبا ما يطلق عليه طريح كيم، ويقع في الشمال الشرقي لمدينة بيونغ يانغ وهو محاط بخندق مائي. وفي كوريا الشمالية ممنوع تجول السائحين وحدهم، فلا بد من وجود مرافق، كما يمنع امتلاك سيارات خاصة، فقط الأشخاص الذين تسمح لهم الدولة بقيادة سيارتهم الخاصة. وعد كيم جونغ أون القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري ورئيس لجنة الدفاع الوطنية. الجيش الكوري يتكون من 5 فروع: القوات البرية والقوات الجوية والقوات البحرية وفيلق المدفعية وقوات العمليات الخاصة.
ويبلغ عدد الجنود قرابة 1,000,000 و2,000,000 من الاحتياط، وتشارك النساء في الجيش، وتعتبر الخدمة العسكرية من أصعب الأشياء في كوريا الشمالية. وتبلغ النفقات العسكرية سنوية 3.5 مليار دولار، شاملة القوات المسلحة ونفقات الصواريخ، أي 25% من ميزانية الدولة. وتقول منظمة الأبحاث الأمريكية أن كوريا الشمالية قد يكون لها 3 رؤوس صواريخ نووية أو أكثر. ويذكر أن الجيش الكوري الشمالي قد حصل على تصريح من القيادات العليا لقصف الولايات المتحدة الأمريكية نوويا، لكنه لم يهجم إلى اليوم. بعد تعرض الزعيم السابق كيم جونغ آل والد كيم جونغ آن لجلطة دماغية في عام 2008، قرر الأب أن يزوج ابنه من فتاة غامضة وتدعى ري سول جو. تم الزفاف في عام 2009، وبعد عام تقريبا رزق الثنائي بطفلهما الأول. قد يكون الزواج من رجل كهذا هو أسوأ شيء على الإطلاق، ولكن على الأقل قد تكون محظوظة لأنها تعيش حياة مرفهة. كما ويمتلك الزعيم الكوري جزيرة خاصة في موقع سري في مكان ما في ساحل البلاد. وفق ما نشرته إحدى القنوات على موقع يوتيوب، فإن أحد مشاهير أمريكا يصفها بأنها كبيرة جدا. ويقال أن كيم كونغ آن يسكن فيها، وهي محمية طوال الوقت من طرف وزارة الدفاع وتضم أنظمة دفاع صاروخية. ويذهب الجزء الأعظم من إنفاق كيم كونغ آن إلى مجموعة من القصور والسيارات، ويتداول أنه يمتلك ما يصل إلى 100 سيارة فارهة بدأ يجمعها في سن مبكر جدا، ويفضل منها طراز مرسيدس بنز، والتي تبلغ قيمة إحداهما وهي سيارة مدرعة 1.7 مليار دولار بفضل تقنية الحماية التي تم تجهيزها بها. هذا إلى جانب طائرته الخاصة والتي تحمل اسم Air Force One. ومعظم أصول كيم تأتي من موارد الدولة، إلى جانب أنشطة تهريب بحسب موقع ديسكواندر، وهو المتخصص في الثروات، موزعة في حسابات مصرفية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك أمريكا الوسطى وأوروبا وأسيا بأسماء مختلفة. ومنذ تولي حكم كوريا الشمالية في عام 2011، عاش كيم جونغ آن في رفاهية مطلقة، منفقا 600 مليون دولار سنويا بحسب تسريبات من كوريين شماليين. ووفقا للموقع الأمريكي، ينفق كيم 30 مليون دولار سنويا على المشروبات الكحولية والسجائر الفرنسية الفاخرة، والتي تصل إلى كوريا الشمالية عن طريق التهريب نتيجة الحظر الدولي. كما ينفق ملايين الدولارات سنويا على الأطعمة المميزة كالكافيار الإيراني واللحوم المتنقعة من الدنمارك واليابان، فيما يحرص على توفير الأطعمة الأفضل من المطابخ العالمية له ولدائرته الضيقة. وأنفق كيم جونغ آن 35 مليون دولار على منتجع خاص للتزلج، فهو يمتد على 70 ميل من المنحدرات، فضلا عن 8 ملايين دولار لشراء يخت فاخر، ومئات الآلاف من الدولارات لاقتناء أزياء واكسسوارات من دور الأزياء العالمية لزوجته. ويشاع أيضا أن لديه قاعة سينما خاصة بسعة 1,000 مقعد داخل منزله، فهو يهوى جمع الساعات الفاخرة ويملك تشكيلة تصل قيمتها إلى 8 ملايين دولارات. واقتنى كيم أيضا ملاعب غولف متعددة تكلفت عدة ملايين من الدولارات وخيول سباق، إلى جانب منتزهات خاصة تشبه إلى حد كبير ديزني وورلد. ورغم بنيته التي لا توحي بلياقته، يهوى الزعيم الكوري الشمالي كرة السلة، وقد أنفق الملايين لإنشاء ملاعب خاصة في كوريا الشمالية يستدعى إليها لاعبين كبار من جميع أنحاء العالم لاستعراض مهاراتهم أمامه مقابل مبالغ طائلة. وعلى المواطنين الكوريين الشماليين الاختيار من بين 28 قصة شعر مسموح بها، ومؤخرا فرضت الدولة قصة شعر الرئيس الكوري على الطلاب الجامعيين. ويعرف عن الزعيم أنه يغدق الهدايا على حلقته الضيقة من المسؤولين المقربين إليها، حيث أهدى 160 من كبار مسؤولي سيارات مرسيدس بنز، وكان ذلك في عام 2010. هدايا سخية من المحتمل أن تكون قد كلفته 11.7 مليون دولار. وفيما يبلغ متوسط دخل العامل الكوري الشمالي 1000 دولار فقط سنويا، يذهب جزء كبير من ميزانية البلاد للتسليح العسكري، فيما يصرف جزء كبير آخر على متطلبات الحياة المترفة للزعيم. وكوريا الشمالية لها تقويم خاص يستند إلى سنة ميلاد مؤسس الدولة كيم إل سونغ، كما قرر الزعيم الحالي كيم جونغ آن أن يوم مولده أجازة رسمية للدولة. وأصدر أمرا بوضع شعار ضخم فوق تلة مرتفعة يصل طولها إلى 560 مترا مكتوب عليها يحيى الجنرال كيم جونغ آن شمس كوريا الساطعة. فما رأيكم بهذا الرجل؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.